السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم راح افرجيكم كيف رسمت لاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي بقلم الرصاص. اول شيء راح نشوف الادوات اللي استخدمتها انا لهيدي الرسمة. اكيد ادوات متوفرة بمتناول يعني جميع الناس. بدي انا بحاجة لورق ابيض للرسم، بدي اقلام رصاص 2H و5B و8B ومدعكي وممحات وبراية او مبرد، هذا كل شيء. أكيد على الورق الأبيض بلش بعلم الأوتلاينز تبعو وجهه لميسي. أنا عادة ببلش بالإطار الخارجي للوجه اللي هي تدويرة الوجه اللي بيكون شكلها شبه بيضاوي. أكيد الرسمة اللي راح أنقل عنها هي هايدي الصورة لميسي اللي شايفينها على الآيباد حدي أنا. الرسم بس نكون عم ننقل وجه لحدا يعني قدامنا الصورة بيكون دقيق شوي. طبعا هون الفيديو مسرع قليلا. بعدين علمت له الاوتلاين لحد وين واصل شعره لفوق. كنت بين الفترة والفترة اخذ بعض القياسات لحتى اشوف اذا انا ماشي بالطريق الصحيح، لانه بنعرف القياسات بتختلف بين اي شخص واخر على وجه الكرة الارضية. هلا العيون تبعه الميسي بهيدي الصورة هو عم بيطلع مباشرة لإلنا، يعني انا العينتين شايفة العدسة بنص العين، يعني العدسة دائرية بنصف العين. رجعت الجفن الحواجب، دائما بستعين بمسطرة صغيرة أنا حتى أشوف إذا قياساتي عم بتكون مظبوطة، لأنه أنا قبل ما أرسم الأوتلاينز ما بعلم قياسات أو مربعات على الرسمة. كرمال هيك حتى ما أغلط أغلاط كبيرة بضل بشوف إذا القياسات على المسطرة مظبوطين. تحت العين بعلم هيدا الظلال الجايين تحت العين، الأنف بشوف قديش المسافة بين الأنف والشفة العليا كمان حتى اللي يطلع عندي قدر الإمكان يعني شبيه بالصورة 100%. 100% أكيد لا، لأنه إذا بدي أعمله 100% مثل الصورة بكون عم بعمل الرسم اللي كتير 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 واقعي وبده وقت كتير كتير. بس يعني قدر الإمكان بنحاول إنه ننقل ملامح وجهه. هيدي الرسمة فيها شيء مميز إنه هو عم بيضحك، يعني في تعابير بالوجه بالخدود بالعيون، عامل تجاعيد حد العيون من جراء الضحكة اللي عم بيضحكها، مبينين الأسنان. وعجبتني كتير، أنا نقيت أرسمها لأنه فيها الأضواء مختلفة شوي. إذا بتشوفوا الضوء جاي من النص، الأنف يعني عاطي ضوء عمودي لتحت، هيدا الضوء اللي جاي عالدقن تحت الشفة على جهة اليسار كتير عجبني كمان، لذلك قررت إني أرسمها. الظلال تحت عيونه من الجهتين كمان هيدي فيها تحدي، لأنه هي بتكون كأنها ظلال للوهلة بتبين إنها سواد عيون، هي مش سواد عيون، هي هذه ظلال لأنه الضوء مثل ما قلت لكم جاي مباشرة على الوجه من النص. يعني بتأكد إذا كل قياساتي مظبوطة قبل ما بلش أشتغل على أعضاء الوجه كل وحدة على حدة. بلشت بالعين. انا حاولت بهذا الفيديو اني فرجيكم اكثر قدر ممكن من خطوات رسم العين. كان صعب اني فرجيكم خطوات رسم كل الوجه على البطيء لانه بصير الفيديو بده ياخد وقت كتير طويل. قدر الامكان حبيت اني فرجيكم خطوات. بعض الخطوات اللي ما سجلتها هون انا عملتها لايف ستريمينج على الانستغرام. اللي مش متابعني على الانستغرام وبهمه انه يشوف كيف بنرسم بشكل غير مسرع في تبعني. مثل ما شفتوا عم بشتغل على عدسة العين على البؤبؤ. الضوء منطقة الضوء اللي تركتها هي بالنص لكن من فوق. أكيد بصير يعني القلم بشتغل عليه على مراحل، مش من أول مرة بشد على القلم. أنا عادة بشتغل حتى لو عملت 10 لايرز فوق بعضهم، يعني 10 طبقات فوق بعضهم ما في مشكل. المهم إنه نكون عم نشتغل على رواق على مهلنا، لأنه في تركيز هون بهذا العمل. بخصوص درجات قلم رصاص اللي استخدمتها، الاثنين اللي فرجيتكم عليها هي الأخف شي، الخمسة هي تقريبا الوسط اللي أنا استخدمتها بأكتر الرسمة، أكتر شي استخدمت الخمسة. والثمانية رقم القلم رصاص الرقم 8 هو استخدمته بس كان بدي أعطي مناطق ظل قوية. المدعكي هون انا حبيت اني استخدمها لانه حبيت اني ناعم الرسمة. شوفوا منطقة الجفن العليا،
كيف هي جاية عنده مائلة، لأنه مثل ما قلت لكم عم يضحكوا، تعابير وجهه هيك كتير شادد على عيونه. بقى هذه المنطقة اللي هون طلع عندي منطقة ظل، بمرق بالأول قلم رصاص، برجع بحاول إني نعمه وإدمجه بالمدعكة. هذه المدعكة أنا شخصيا كتير بحب استخدمها، وصار لها عندي سنوات، يعني مش بالضروري كل يوم نشتري مدعكة، إنه بتشتروها مرة بتقعد عندكم لفترة طويلة. عم بحاول هيدا الخط الطالع من العين، هودي التجاعيد أو التعابير اللي عاطيهم الجلد بمنطقة العين. أول شي علمتهم بقلم الرصاص، هون عم بعلم هيدا الضوء اللي عملته العين داير من دار حواليها. يعني اكيد بدي احط حدود الحاجب لاعرف لوين بدها توصل، يعني تأثير الظل على العين. هون بلتزم بكل التفاصيل بالصورة، يعني مش من مخيلتي ابدا. ضربات قلم رصاص كل واحد بيعملها مثل ما بيرتاح، انا حتى بنفس الرسمة بتختلف ضرباتي. هلا مثلا عملت ضربات بشكل دياغونال على اليمين، ومن ثم حطيت فوق منها يعني مثل كروس ستيتش. رجعت جيت بالمدعكة حتى ناعم هيدي الضربات الرصاص اللي حطيتها بالاول. انتوا عم ترسموا اكتر شي هيدا الحكي للمبتدئين، بس تكونوا عم ترسموا بورتريه، يعني وجوه، خاصة انه وجه مش من مخيلتكم، يعني مش انتوا مخترعين الشخصية، حدا موجود. خدوا وقتكم. انا هون مثلا لقيت انه الظل اللي عطيه الجفن فوق كأني منزلته اكتر، كان لازم عليه اكتر، رجعت زدت بقلم رصاص. يعني في بعض التفاصيل احيانا نحن بس نرسم الاوتلاين الخارجي او الرئيسي للواجه للبورتريه، بيطلع عنا بعض الأغلاط، مش مهم منصلحها نحن وعم نرسم، كل عضو بعضو لوحده، يعني العين لوحدة منصلح لها التفاصيل الصغيرة، الأنف كمان بنرجع منصلح التفاصيل. هلا عم بشتغل على منطقة مدمع العين. منطقة مدمع العين عادة هي منطقة ظل، لكن بالنص بالوسط في نقطة ضوء دائما عند كل البشر. يعني هلا المنطقة اللي هي بيضة بقلب العين هي منطقة دائرية، هي العين أصلا شكلها شكل كرة، يعني بقلب وجه للإنسان، لجوا فاتي بقلب الراس هي كرة، وأنا شايفة منها قسم صغير لونه أبيض. هيدا اللون الأبيض بعمله من الأطراف في ظل، ومن النصف يعني المنطقة الملتصقة بالعدسة بالبؤبؤ العين بيكون فيها لون أبيض أكثر. هلأ أنا بحاول أني غطيها كلها قدر الإمكان بالمدعكة لشكل، لأني نعم وأعمل تناغم، ومن ثم برجع بفتح نقاط الضوء بالممحات. برجع بعلم أكثر على، بشد على منطقة الجفن من فوق، وشوي من طرف الجفن السفلي من تحت، وهودي الخطوط تحت العين كمان برجع بمرق القلم من أول وجديد عليهم. سوري هون عم بهز بالإديتينج على أساس شلتها، ما بعرف رجعت بيانات. على كل، جيت لمنطقة نصف يعني اللي هي بالأنف من فوق، ومن ثم رجعت للعين. بدي أعمل الرموش، هو الرمش له أنجأ يعني شوي، ما له كتير رموشه، كتير قصار ومش مبينين كتير، لكن ببرزهم هيك بشكل بسيط، اكيد ما ببالغ فيهم. يعني مستحيل حط له رموش مثل رموش البنات اللي بقوا حاطين رموش صناعية وميك اب، هيك يعني شي على الخفيف فقط. هلا بجي للعين، على تاني عين، يعني تاني عين سرعتها اكتر يعني حتى ما يطيل الفيديو كتير، لكن نفس مبدأ أول عين، يعني اشتغلت عليها بنفس الطريقة.
هلا اول عين طبعا بعد بدها فتح نقاط ضوء بمرحلة مقبلة. لون العيون بس نكون عم نرسم بقلم رصاص، يعني هو ميسي لون عيونه بني غامق كتير، يعني تقريبا اسود، انما هي العيون السوداء انا بشوف ما في عيون لونها اسود اسود مثل اسود شقفة القماش اللي لونها اسود، بيبقى اللون بني غامق جدا، هو لون عيونه بني غامقين، لذلك انا بحاول اني اعملهم يعني بعيد الكر عليهم، بعملهم لون ظل من قلم الرصاص، بينما في حال كنا عم نشتغل على لون عيون فاتحة عسلي أخضر أزرق أكيد بتكون ضربات الرصاص خفيفة يعني لا يطلع عنا لون فاتح. برجع بجي للحاجب، شعر الحاجب دائما بنحاول نعمل ضربات، منبلش من الرسين يعني من منبت الشعرة لفوق ومنتبع اتجاهها كيف هي نابتة، يعني من اليمين لليسار أو بالطوالي من تحت لفوق عمودية، يعني على حسب. للشعيرات الصغار أخذت القلم رقم 2، وللشعيرات اللي هن لونهم مبين غامق أخذت الـ 8. جبت هيدي الممحات اللي هي مثل المعجونة وفتحت بعض نقاط الضوء بين شعيرات الحاجب. هاي الممحات مهمة جدا، كمان إذا اشتريتوها مرة بتقعد عندكم لسنوات، يعني خاصة بس نكون عم نشتغل بقلم الرصاص. وكمان هاي الممحات بتسوى للسوفت باستيل، الباستيل الناشف أو الباستيل الطبشوري. هلا اشتغلت على هيدي المنطقة فوق، جيت للأنف، كان بده القليل من التظبيطات. علمت اول شي نقاط الظل ورجعت الجوانب، هودي اللي بيبقوا شبه دائريين او على شكل هلال، يعني ومثل ما شفتوا من ثم بالمدعكة. المنطقة الخارجية للأنف هي مطرح ما كمان بيأثر عليها التعابير كيف طالعة من الوجه. هون كان في غلط صغير زبطته، هون محيته رجعت من تحت لأنه حسيته مش نفس الشي مثل الصورة، ضيقت أكتر هيدي المنطقة عنده هو لأنه عنده إياها كتير رفيعة شفتها بالصورة. ومن ثم شفت المنطقة اللي هي بين الأنف وبين الشفة، يعني منطقة الشارب الشوارب، هاي الشفة العليا كلها سوا في عليها كان كمان ظل، هو ظل الأنف نازل عليها بشكل عمودي. الفم والضحكة والأسنان هو كلهم رسمتهم لايف، يعني هون ما صورتهم، أخذوا وقت كتير، طلعت فيهم لايف على الإنستغرام. هاودي كل المرحلة اللي شفتوها هاي طلعت فيها لايف. هلأ جيت للأذن الثانية، حبيت فرجيكم كمان كيف بيعملوها. بعلم نقاط الظل بالأول ومن ثم بالمدعكة بنعم هون، وبطلع بنفس المدعكة شوي على نقاط الضوء، برجع بعيد الكرة بمناطق الظل، بشد شوي عليها يعني بكتر الظل حتى ابرزها اكتر. صارت عندي بهذا الشكل. الشعر اكيد بتبع القصة اللي هو عاملها، اول شي بعلمهم هيك بالقلم لحتى اخد شكله، بعدين بالمدعكة بمرقهم كلهم، بعدين برجع بجي لمناطق الظل ومناطق الضوء. مناطق الظل بصير بشد عليها بالقلم. هون جيت للظل اللي عاطيه الشعر على الجبهة، ظل مبين مش ظل خفيف، عنده ظل واضح جدا بارز ببعض المناطق، بشد على الظلال.
هون هيدي المنطقة، حبيت كتير هيدا زيح الضو اللي عطيه على جهة اليسار وتحت كمان هون، حسيت هون انه الضو قوي بخففه شوي بالمدعكة. رجعت كمان الظلال عطي على الأذن كمان، حبيت انه يبرز. جبت الممحات بلشت افتح نقاط الضوء البارزة بالأنف، عندي كذا نقطة بالأسنان فتحت كمان. الشعر نقاط اللي فيها ظل أخذت القلم الايت لتماني وصرت شد شد شد، وبعدين فتحت شعرات الضوء بالممحات المدعكة بهذا الشكل. أوكي، هذا هو الشكل النهائي. بشوفكم بفيديو جديد. السلام عليكم، باي باي.